من جديد برحب فيكم مشاهدينا. ضيف جديد الدكتور خضر الحلبي الباحث في العلوم الطبية والتكنولوجية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. يعني اليوم خلينا نبلش اليوم بس تنطلق من الوضع اللي صاير، ولكن توازيا مع هذا الوضع وقبل ما يصير تفجير بيروت كان عندنا أيضا موضوع كورونا. امبارح كان في تحذير من رئيس اللقاء الديمقراطي ودعا الجميع من عين التين إلى أن لا ينسوا أن هناك كورونا في البلد. بظل اليوم التفجير اللي رح نرجع نحكي عنه، خبرنا عن وضع كورونا اليوم، وين صرنا نحن؟ أول شيء بدي وجه تعزية لأهالي الضحايا اللي راحوا بالانفجار والشفاء العاجل لكل الجرحى. للأسف جريمة كبيرة بهالضخامة بسبب إهمال وفساد واستغلال سلطة لسلطة سياسية فاشلة وفاسدة اللي أدتنا لهالمجزرة الكبيرة للأسف. فطبعا منعزي ومنعزي حالنا بهالمأساة. موضوع الكورونا موضوع بلش انطلق من فترة طويلة واشتغلنا عليه نحن من بداية الأزمة كورونا. وتم اللقاء مع مجموعة على اجتماعنا على الواتس أب ومن أطباء ومن كافة الاختصاصات لنعمل بحث لعلاج هيدا الحالة أو لنقدر نتفادى المخاطر اللي وصلنا لها للأسف بلشنا نوصل لها هلا. وتوصلنا لنتيجة كتير مهمة، وهيدي النتيجة وصلت من أفكار كتير من لبنانيين، كلها فكرة لبنانية متكاملة بإيجاد دواء بنحط بالتم أو بالأنف لحصار أو لجذب الفيروس كورونا لهيدي النقطة اللي هي على الأيستو، اللي هي فكرة الدكتورة صفا عزار اللي حطينا بروتوكول معين للعمل، وانطلقنا من الناحية التكنولوجية لتفجير هيدا الفيروس تما يفوت على الرواية ويعمل انفكشن والتهابات وغيره. وطبيعي وصلنا عبر مهندس كمان من المهندسين المرتبين اللي صمموا هيدا الجهاز واشتغلنا عليه وموجود، يعني عم نستعمله أنا شخصيا اللي عملنا فيه براءة اختراع لبنانية. وبراءة الاختراع اللبنانية تفاجأنا أنه في مجموعة اللي كنا عم نشتغل على موضوع علماء دوت لبنان دوت كورونا، اللي طبعا منأسف أنه استغلت الوضع وأخذوا سجلوا براءة الاختراع وتفادوا الفريق الكبير اللي كان عم بيشتغل على هيدي الفكرة، والزملاء اللي عم بيسمعوني بيعرفوا أنا عن شو عم بحكي. وتقدمت دعوة قضائية بالموضوع. كنا وصلنا لمرحلة لعلاج هيدي الحالة أو لإطلاق مشروع لبناني متكامل للعالم من لبنان لتفادي من الوقوع بهيدي الحادثة اللي صرنا فيها. رح نشيل الموضوع شوي على جانب ونحكي بموضوع وين صرنا هلأ. صحيح. نحن هون تعرف الناس انه بيقول لك انه ما في فيروس كورونا، هيدي سياسة وموضوع مثل عبي الدولو. نحن ما بدنا نحكي بموضوع سياسي طبيا. لما يكون في مرض معين او نوجد فيروس او انطلق اي حالة مرضية بدنا نتعامل فيها كمرض، يعني بدنا نتعامل فيها مع منظمة الصحة العالمية مع الابحاث والاشياء اللي عم بتصير بالعالم لنقدر نحن نتفادى هذا الخطر اذا تم يوصلنا. مشينا بفترة مرحلية نحن، وطبعا هالمعلومة بيعرفها معالي وزير الصحة، موجه له تحية كمان لانه اشتغل كمان بكثير بهيدا الملف وكلنا الوزراء اشتغل يعني اشتغلوا على هالموضوع. اشتغل بهيدي النقطة بالتحديد لانه الواحد بيعطي كلمات الحق. هيدا منبر الحق من اول ما بلش وينحكى فيه بموضوعية لإلك واللي عليك. وانا بحكي لإلي واللي علي. فالوزير اشتغل فعلا بشغل كثير مهم، وصلنا لمرحلة انه قدرنا نحصر الفيروس، بس تفشي هيدا المرض اللي صار بعدم إدراك وعي الناس بأنه ياخدوا وقاية. التباعد الاجتماعي، عدم السلام، حط الكمامة، هاي الأمور هيدي أو المسافة وهالأمور اللي وصت فيها وزارة منظمة الصحة ووزارة الصحة. هيدي عمل التفشي، فتح المطار، صاروا يجوا ناس من المطار، عدم اتخاذ آلية أو إجراء صارم وجدد. هلا هيدي بالفترة السابقة، هلا حاليا الفترة السابقة هلا حاليا كنا يعني مؤخرا ما بقى عم بيكون في اصابات من الوافدين كثير، في يمكن صار من محل اعداد ضئيلة جدا جدا. صحيح. نظرا للاجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا. مزبوط. صار هلا بس محلياً. اليوم نحن بمرحلة التفشي المجتمعي، من هون لابد من دعوة الناس الى الالتزام بكل الاجراءات الوقائية، من وضع كمامة، سانيتايزرز، المعقمات وغيرها وكافة الإجراءات، خاصة بأنه الوضع اللي صاير المستجد بلبنان، التفجير الضخم يلي هز بيروت ودمره وإلى آخره، أخلى الناس تنسى موضوع كورونا. يفترض أنه لا، نقول لهم أنه بعد الخطر داهم، بعد الخطر موجود. نحن اليوم قطاعنا الصحي
إذا بتحدثنا عنه لهذا الموضوع. قطاعنا الصحي عم يعاني، كان قبل التفجير، مع التفجير صار يعني تداعى أكثر، تداعى أكثر، صار أسوأ. يعني أنت لما تكون قبل التفجير كنا عم نعمل احتياطات، وأصيب طاقم الطبي بالشهيد طبيب كمان راح وممرضة ومؤخرا صحيح. كمان يعني عم بفوت على طاقم الطبي، عم يأذي أو عم يقتل الطاقم الطبي. كيف هلق بوجود هيدي الكارثة اللي صارت، اللي عندها فوق 6000 جريح، ما بتعرف انه هالجريح ممكن يكون معه كورونا او ما معهوش كورونا. يعني بالزبط. انت ما عم تعمل له البي سي ار لتيجي تقول له تعرف انه دغري عم بتعالجه، والاطباء او الطاقم الطبي موجه لهم تحيه لانه عم بيشتغلوا فعلا باندفاع، وعم ونحن من الفريق اللي عم نكون متواجدين على الارض من اطباء من كافه الاختصاصات الطبيه والممرضين اللي عم بيشتغلوا على الارض ليساعدوا هودي الجرحى يلي علما انه نحن ممكن معرضين لريسك او مخاطره مجازفه اكبر، ما انك انت اخذ الوقايه بمستشفى، عم بيجيك مريض عنده عوارض كورونا، عم تعمل له البي سي ار، بتعزله او ما بتعزله هالاجراءات هيدي، انت عم بيجيك مريض جريح عم تنظف له جرحه. طيب هالمريض هيدا الجريح يا اما بتتركه يموت بجرحه او بدك تعالجه، فبدك تواجه كمان مشكله الكورونا بهيدي النقطه. وهيدي اشكاليه كثير كبيره، يعني ما فينا نحن نتفاداها، لانه كمان الجريح ما فيك تتركه يموت. يعني هيدي المأساة اللي صارت صحيح. على لبنان مأساة فعلا، يعني ما فيك ويلك كورونا وتتخيل بمنظمة الصحة العالمية، ويلك تترك الجرحى بالأرض وما تهتم فيهم وغيره وغيره من هالأمور. خلينا بدي أطلب من المخرج زميلنا وائل حلق أن يمرق لنا التويت يلي غرد الأسترونوت عالم الفضاء كريس كاسيدي على ما أعتقد هيك اسمه. عم نشوف هيدا التويت يلي غردها عالم فضاء من محطة فضاء، وأبدأ حزنه وتعاطفه مع الشعب اللبناني الذي أصيب بهذه التراجيديا، بهذا التفجير. هذه صورة من السبيس أخذها و يعني وصلت للفضاء، أزمة يعني لبنان وتفجير لبنان، ثالث أكبر انفجار بالعالم، اللي هي مش قضية على مستوى لبنان. يعني هسه عم نحكي فيها إنه هيدي لاي وكيف، بقى ما منه الموضوع كيف ولاي وشو صار، صارت المشكلة وأقوى مشكلة، صارت ثالث بالعالم، ثالث أكبر انفجار. يعني فعلا شيء ببكي، يعني المنظر اللي بتشوفه يوم الانفجار اذا بتشوف اللي صار. منشان هيك دكتور حلبي، بس كرمال نختم موضوع كورونا، انه الناس بليز تاخذوا، رجاء تاخذوا الاجراءات الوقائيه اللازمه، لانه القطاع الصحي اصلا تداعى، يعني يتداعى مع ازمه وكارثه التفجير الكبير. فهذا الموضوع لابد من الناس فعلا تتقيد فيه، لانه مش ناقصنا بعد مقاسي اكثر من هيك، خاصه مثل ما قلت انه كمان طاقم الطب كان بالفتره الاولى عم يعمل بي سي ار لاي مريض عم بفوت، هلا ما قادرين يعملوا شيء، يعني صار في الريسك اكثر من 6000 جريح. صح بالضبط، وبدهم يساعدوا الطاقم الطبي ليتخطوا هالمرحله، اذا ما ساعدونا وما قدرنا نحن يعني انتقل الفيروس على كل بيت، على كل بيت. صحيح. فاذا بما انه نحن هلا بمرحله تفشي المجتمعي، خلينا نحافظ على ما تبقى. صحيح. خلينا ننتقل اليوم، قبل ما ننتقل لموضوع المشاورات الحكوميه، خلينا نشوف تقرير تم اعداده سابقا عن المأساة اللي صارت ببيروت، بمرفأ بيروت، وشهاده من ناجي من هذه الكارثه. ما صدقت أنه بعدنا طيبين، ما صدقت أنه رح أقوم من بيتي، لأنه أزل بشوف بيتي وقول هذا أكيد في أعجوبة إلهية. فكر أنه هاي آخر مراحل المأساة، بصير عندنا أمل، بده يرجع يزبط البلد، بدنا نعيش أحلى، وبده يزبط، ما في شدة بالدوم. منلاقي حالنا من مأساة لمأساة أكبر، من وجع لوجع أكبر، نتفاجأ عن جد ما عدنا نتحمل هيك مفاجآت، لأنه نقول خلص أنه أكثر من هيك ما بقى يصير. صحيح عم بيصير أكثر من هيك، بس ما عم بستوعب هذا الشيء القوي اللي صار، ما بقى شو هيدا، يعني ما عم بستوعب هالقد في انفجار قوي هالقد، كتير ما بعرف.
مش بس أنا، بالبناية كلنا هيك نقول معقولة شو صار، بعدنا عايشين هيك الحمد لله. لبنانية مش نصين بكل شيء، تعود جلدنا تمسح، بس هيك لا، هيك لا. كنت على سمعت جدار صوت قوي، قلت أول مرة بسمع طيران في جدار صوي قوي هالقد. طلعت على البلكون عم تنقص من البرية وطلع بالسماء ما شفت شي، فتت من البلكون المطبخ على بلكون أوضة لأوضة وتصار الانفجار. قلتي هيئة إسرائيل عم تقصف، بدي أركض هيك مع التقشع، افتح عيني افتحوا لأقدر اقشع، ما كنت اقشع. شي ضغط وكبني بالأرض، والبواب البواب الخارجي هني ضربتين كمان وقعوا على الأرض. امت بدي أركض ما اقشع، دعوست على المشاعر في وقعين لفوق. أول شيء وقت وقعت على الأرض قلت خلص أنا مات، صرخت يا عذرا، يعني كانت ساعة رهيبة. مع كل مرة دكتور خضر اليوم، مع كل مرة نشوف مشاهد وشهادات، فعلا منكون مثل المظلومين أمام هول الكارثة اللي حلت بلبنان. على كل حال نحن بتوازي مع هذه الحلقة عم نعرض صور مباشرة من مرفق بيروت، عم يتم عمليات رفع الإنقاذ والبحث عن المفقودين تحت الإنقاذ. هذه منطقة الأهراءات التي تضررت بشكل كبير جدا، عم بيتم البحث عن المفقودين، ولم يتوقف هذا البحث عن المفقودين على أمل أن يتم العثور على هالضحايا، أهلهم كمان يبرد قلبهم شوي. نأمل هيدا الشيء طبعا. خليني أحكي اليوم مع هذا الموضوع اللي صار، استقالة الحكومة. نحن بحاجة اليوم إلى حكومة جديدة. برأيك اليوم شو هي الحكومة الجديدة اللي ممكن تنقذ لبنان؟ هلق نحن التسميات كتيرة عم تتعدد، ولكن صحيح. شو المطلوب حتى لبنان يستعيد عافيته قليلا؟ مثل ما ذكرت بالبداية انطلاق هيدا المنبر، منبر موضوعي وبيحكي بكل وضوح، لا مع حدا ولا ضد حدا، بيحكي للبنان ككل. صحيح. بهيدا الوضع اللي صار استقالة الحكومة، فعلا صار لابد من حكومة انقاذ، يعني لتنقذ الوضع من الانهيار. اولا بموضوع الكورونا، اثنين انهيار الاقتصادي، حجز الودائع عندك حجز الودائع بالمصارف اللبنانية، يلي هو صار اذا انت عندك مشروع عم تعمل لتنهض بالاقتصاد اللبناني، حجزت الودائع ما قدرت تتصرف فيها، عم بتزيد من انهيار الاقتصاد اللبناني. يعني صار واجب وطني انك تشكل حكومة. شو هي الحكومة؟ وحدة وطنية مش وحدة وطنية؟ مين رئيس الحكومة؟ مين راح يكون فيها؟ لانه هيدا الصراع اللي بيصير ما حدا راح يتوافق مع حدا، لانه كل واحد عنده رأي. نحن من الأشخاص أنه لا، يعني عندك ناس بتاخد فكرة وبتمشي فيها، وعندك ناس بتحط هيدي الأفكار على الطاولة وبتعمل خلاصة تطلع فيها لتنقذ البلد من المأساة اللي هي فيها. أنا بطرح موضوع أنه الاستشارات الحكومية، بتعرف أنت بالدستور استشارات نيابية ملزمة، استشارات نيابية ملزمة، بس ما في فترة زمنية، يعني تروح سنة تروح سنتين، بس بهالفترة هيدي البلد تروح فيها طويلة، يعني انت عم بتزيد بالانهيار، عم بتموت الناس. انت برأيك الاستشارات مطولة لحتى تبلش؟ انا برأيي بلشت من قبل استقالة الحكومة، لأنه معروف الحكومة رح تستقيل. بس الفكرة مين رح يجي، أي حكومة رح تجي لتنهض بهيدا الواقع اللي نحن عايشينه. في شغلة مهمة، أنه نحن مين رح يجي بالحكومة وشو عمل الحكومة؟ طيب برأيك اليوم إذا بدنا نقول مين رح يجي شو عمل الحكومة، هل طرح حكومة الوحدة الوطنية، وبنعرف أنه حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها، وهذا باعتراف الأطراف السياسية كمان. اليوم عم ينطرح عن حكومة وحدة وطنية، حكومة جامعة، حكومة طوارئ، حكومة إنقاذ. هل ممكن أن نروح على حكومة وحدة وطنية اليوم في ظل هذا الوضع، خاصة بعد الموقف؟ أنا رح وجه تحية للرئيس ميكرون اللي هي على الطاولة المستديرة، ما اجتمعوا لهم فترة بزيارة على لبنان، جمعهم هيدا المشهد. هو بيعطي الأمل للبنانيين بأنه قادرين نحن نعمل حل ونتوافق على رأي واحد مشترك، وخاصة التصريحات اللي كانت، وما في مشكلة تكون برعاية فرنسية. ليه؟ لأنه أنت دستورك اللبناني هو دستور فرنسي مستقلا، دستور الفرنسي القديم، والقوانين اللبنانية هي من زمانات كان يجي قضاة، قاضي فرنسي ومستشاريه
لبنانية بأول فترة وبلشت تطوير القوانين وغيره. يعني نحن في قاسم مشترك بيننا وبين بين فرنسا بالقانون. يعني مش الموضوع انه نحن عم ندخل فرنسا لتكون بموقع الوصاية او بموقع موقع الانتداب مثل ما بينحكى، لانه بس صعب حكومه هلا. يعني انت عم تلمح على انه قادرين نعمل حكومه، قادرين نعمل حكومه اتحاديه. يعني انا بدي اسميها حكومه اتحاديه. حكومه الاتحاديه انت عندك الشارع رافض، الفئه السياسيه كلها او السلطه اللي موجوده، ليه؟ لانه عندك ازمه ثقه بالبلد. جيب لي مواطن بيثق بعد بالسياسيين، ما بيثقوا فيه. طب برأيك، برأيك بما أنه كنت عم تتحدث عن المبادرة الفرنسية، اليوم نزل ماكرون على الشارع وتبنى مطالب الثورة، تبنى مطالب الشارع، وبنفس الوقت مع لقاء بلقاءاته تحدث عن أنه حزب الله هو فريق سياسي قائم، ما فينا نجهل هذا الموضوع. صحيح. وتحدث عن حكومة وحدة وطنية، مش تحدث يعني تم الإشارة. كيف بده يوافق، كيف بده يوافق بين مطالب الشعب يلي رافضة هذه الطبقة السياسية كلها وبين لقاء الأطراف السياسية؟ ليك، في مرة كنت بأحدى الدول الراقية بالنرويج، في عندي المحامية لارسن، كنا عم نحكي أنا وياها، بتقلي عادة ما تفكر إنه القانون هو عادل دائما. بس لما أنت بدك تعمل شيء، تطلب شيء حق لك، طلوب اعلى مستوى، اعلى شيء ممكن لتاخذ اللي بدك اياه او جزء من حقك. اوكي، نحن هون عندنا مشكله كبيره، لا الشعب واثق بالسلطه، والسلطه ما راح تتنازل تيجي تقول لك انا بسلم حكومه وبسلم البلد لناس ما بعرف مين شو تاريخهم، شو واتيفر كيف بيفكروا هن. عندك اطراف سياسيه مختلفه بالبلد، مش طرف واثنين وثلاثه. نحن لما تيجي انت تعطي حلول وتعطي برنامج عمل ضمن خطوط معينة متفق عليها الكل، وبعتقد لما يكون اجتمعت على طاولة حوار أو طاولة لقاء مع الرئيس ماكرون بكل الأطياف السياسية بالبلد، يعني ما عندنا مشكلة نحن بتوافق على أمور معينة. أنا بتفاوض معك بكل شيء، أوكي، بس ما تفكر أنه أنا بقدر بوصل بالتفاوض على شيء بمس كرامتي. يعني بتتفاوض بدك إياه، بس ما حدا بيتفاوض على كرامته. الشعب انهانت كرامته بأماكن كتير معينة، ما فيك تيجي تتفاوض معها انت لتيجي تدلها اكثر او شيء، بدك تجد لها حل. فالحل وين بده يكون؟ الحل بايجاد حكومه اتحاديه، لا بدنا نلغي السلطه مع حفظ كرامات الكل. ما فينا نحكي نجي نقول لغينا سلطه، ولا فينا نحكي نتجاهل الشعب يلي هو مطلبه حق وشرعي، اللي انا من هالشعب. بس انا ما بجي بتمنى عندك 200 300 راي على الارض، 300 مجموعة عم تجي إذا مش أكتر صاروا. طيب أنا عم بسمعهم كلهم معهم حق مطلب شرعي، حق حرية رأي وتعبير، عم يعبروا عن رأيهم. بس فينا نحن من هيدي المجموعات اللي عم بتصير نقدر نوحد طاولة وحدة مع كل الفئات الموجودة، الأطياف اللي موجودة بالبلد، مع حفظ كرامات واحترام الكل، نوصل لحل وسطي. لما بيكون في تفجير أسفر عن أكتر من 170 قتيل وأسفر عن 6000 جريح أكتر، وأسفر عن نحو 100 مفقود لحد هلأ بعد ما في عدد محدد، وأسفر عن آلاف المشردين، كيف بدك تيجي تقلن للناس اليوم أنه بدنا نحافظ على كرامات هؤلاء؟ ما لا، مش تحافظ على الكرامات، يعني أنت ما فيك تيجي أنت تقول، بعدنا عم نحكي أنه أنا بالشعب اللبناني في حق له مكتسب من هان ذل بعدة محلات، وأكثر شيء هاي الجريمة الإنسانية اللي هي ضد الإنسانية، جريمة فاضحة اللي عم بتصير. طبعا نحن نطلب استقلال قضائي غير مسيس. لهذا الإطار كشفت وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنها أرسلت قبل ظهر اليوم إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في جريمة انفجار برفق بيروت، وقالت نحن بانتظار اجتماع المجلس لنعرف النتيجة، والاسم الذي اخترته هو بالنسبة لي قاض متحرر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية. يعني على أمل أنه يكون فعلا هو قاضي متحرر من السياسيين، لأنه عنا تداعي بكل القطاعات، لصراحة بكل القطاعات ما فينا نقول غير هيك. يعني قد ما بتجي لحتى ترقع هون بتلاقي لا مباطحة ومكشوفة صراحة خبرية. لما نقول نرجع لموضوع كرامات، لما نحن نحكي نقول أنا ما في أنا دين حدا إذا ما في إثبات قانوني قضائي. لما يكون التحقيق يبين عنا
ساعتها تبني على الشيء مقتضى، ساعتها بتقول أنا ما بيجي بعمل احترام وبعطي كرامة للناس اللي فجرت واللي قتلت واللي نابت واللي عملت، بس أنا ما في وجه اتهام. هلق مين قل لي مين بيقدر؟ بس مين المسؤولين؟ مسؤولية الحكومة الدولة السلطة مسؤولين. نحن منقول كلهم، يعني كلهم مسؤولين لحين تبين الحقائق ويبين مين مرتكب الجريمة. ساعتها أنا بفصل. طيب هل ستتمكن الأطراف السياسية اليوم من تلبية أو من تقديم التنازلات للشارع؟ اليوم الشارع يغلي، هلا نحن منذ نهار السبت يلي نزل فيه حشود غفيره على ساحه الشهداء، صحيح كان مشهد يمكن مختلف كليا عن حتى 17 تشرين. في شارع عم يغلي، في دماء سالت على الارض، بيروت مدمره منكوبه، المرفأ يلي هو مصدر مهم في مساعده او في مد الانتاج المحلي ايضا، كل شيء مدمر. اليوم نحن على الأرض يا حكم مثل ما بدك، إذا بدنا نقول يعني صحيح. هل سيتمكن الأطراف السياسية اليوم من تقديم بعض التنازلات للشباب والشابات اللبنانيين لحتى يقولوا لهم على قليل أنه ضلوا بالبلد وما تهاجروا؟ إذا عندهم وعي الشبكة السياسية كلها عندها وعي، بتشوف الشعب شو بدها وتنفذ وبتعمل خطة عمل لإنقاذ الشعب من هذه المشكلة، بكفيهم اغتيالات وبالأخير اغتيل الشعب اللبناني واغتيل الوطن بهذا الانفجار. هيدا اغتيال، هيدا منا جريمة، جريمة طبيعية. يعني هني ما يستحوا على دمهم، عشو عم تيجوا بتحكوا عم تتفاوضوا بأمور معينة والشعب عم يموت جوع؟ تفضلوا طلعوا الشعب شو بده، اسمعوا الشعب اللي عم ينزل على الطريق. الشعب عم يموت جوع، مش قادرين ياكلوا، ولكن المعاش صار اللي كان ياخذ معاش بالمليون ليره شو كنت صرت تعمل له؟ هلا عندك خمس اسعار بالسوق، بسوق السوداء وبسوق ما بعرف شو، البنك صار عنده سعرين للدولار. كيف بده يعيش هيدا الشعب؟ شو بدكم منه؟ بدك اياه يهاجر يطلب لجوء انساني ولا شو؟ معذورين الناس، بدك تسمع السلطه مجبوره ملزمه تسمع تطبق الدستور اولا وتطبق التزامها بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان يلي بمقدمة الدستور. عندك شعب عم بيموت، كيف انا بدي اجي انا بدي اشوف شو بده يحطون على الطاولة ويتحاوروا اذا بده يشتغلوا وطن، بده يبنوا وطن؟ نحن عم نتحرك بلبنان بعد ما شافوا الاغتراب شو عم كيف عم يغلي غليان الاغتراب اللبناني. ولوس انجلوس بينت اول صورة، اول اطلالة بلوس انجلوس بامريكا بالقنصلية اللبنانية. هاي تداعيات، هيدا شيء عم بيعطيكم رسالة انه فهموا، يعني ما حدا رغبان فيكن يا جماعة، فهموا انتو عندكن على راسنا وعيننا، انتو عندكن الخبرة السياسية والبدكن ياه، بس في شعب عم بيموت، تفضلوا ساعدوا الشعب، انقذوا الشعب. يعني ما بعرف شو بدي اقول، بس على امل هلا انه يتم التوافق. اول شيء لابد انه بالايام المقبله سيتم الدعوه لبدء الاستشارات النيابيه الملزمه مع رئيس الجمهوريه قصر بعبده لينبثق عن ذلك تكليف رئيس تكليف شخص لتشكيل هذه الحكومه. برايك اليوم حظوظ من تتقدم على من؟ انا برايي شو بده الشعب هو لازم، انا هيك من جهة من رأيي الخاص، بس بنفس الوقت كمان بدك تنظر للثقة الدولية، يعني لتبني أنت ترجع تنقض الوطن، ترجع من الزيرو من الصفر لتبني علاقاتك. طيب عندك عدة حلول. الحل الأول هو، أنا بحكي من وجهة نظري طبعا، مش ثورة أو شباب الثوار ما بيتبنوا الموضوع، بس أنا بحكي طرح حل مش أكتر. شو المانع إذا نجي نحن منقول مثلا عندنا شخص تثق فيه الدول؟ انتم بدكم نواف سلام، يعني هلا عم تلمح لي على ممكن غيره، لانه هو مقبول فرنسيا امريكيا وعربيا، يمكن حزب الله منه قبل فيه كمان كان بالحكومه السابقه، ولكن مقبول، عنده قبول واسع، عنده قبول، وممكن يكون غيره انسان عنده قبول من كل الفئات. يعني يعني ما فينا نطرح، انا من جهه من باقتراحي انا اللي بشوفه افضل شيء بالوضع الراهن لحكومه اتحاديه او انقاذ مثل ما بدهم، تتشكل حكومه بتضم ضباط متقاعدين، قضاة متعاقدين، يمكن اسا على الوحدة ونص في بيان رح يصدر حول ال 28 متهم متحدون، يمكن محامين بمؤتمر صحفي رح يطلعوا فيه. عاملين شيء قضائي حول هيدا الموضوع. طيب ما عندك بيناتهم قضاة، بعض القضاة اللي غير مسياسين اللي عندهم حكمة وعندهم تواضع، وبنفس الوقت سفراء متقاعدين، ما انت عندك قاعدة كتير كبيرة بالبلد قادر تعتمد عليها، ليش أنا ما بعتمد عليها للمرحلة الانتقالية؟ يعني أنا ليش بدي إجي أنا أعرضك أو أعرض حالي أو أعرض إكس وواي أو أي حدا بهيك الجو؟ طب ما عندي أنا ناس عندهم الخبرات وماشيين بالطريق، بقول لك إنه السفير ما كان مسيس، يا أخي مين عندنا بلبنان ما كان عنده قاعدة
قاعدة معينة شو ما كانت تكون، بس هلق أنت بوضع بدك إنقاذ البلد. تشكيل الحكومة الاتحادية بتضم هذه المجموعة لمرحلة انتقالية للبلد لتقدر توقف البلد على إجريها، تنهض فيها اقتصاديا، تقدر تعالج موضوع الكورونا اللي راح يسوق أكتر إذا ما عملناه، لتقدر تحلل الودائع، تتحرر ودائعك من المصارف يلي هي بتستغربها أنه طيب حجز الدولار الأمريكي يعمل يعادل حجز الباسبور الأمريكاني. هي انتهاك للسيادة الأمريكية، يعني إذا رضيانين عليها يتفضلوا الواحد يروح يتعامل يتطلع. أنا بشغلي بتطلع بروح روبل على العملة الصينية، على تنقول أحمد يقولوا على فئة معينة على اليورو مثلا. في عندك وضع سيء جدا جدا جدا، وللأسف راح يتطور أكثر إذا ما وجدنا خطة إنقاذية إصلاحية بشكل جدي، وكل اللي يتوافق عليها بطاولة هالحوار اللي بدها تكون بتضم كل الفئات ومنسميها حكومة اتحادية الكل موافق عليها تحاكي مطالب الشعب. اليوم بعد استقالة الحكومة يلي إذا بدك ما بعرف إذا هو انتصار سياسي لقوى الثورة أو هو انتصار للشارع أو لا، منه لا انتصار لا للثورة ولا للشارع، هو بس إجا بناء على معطيات وعلى تسارع أحداث سياسية صارت وطروحات بالبلد. انتو كثورة اليوم استقلت الحكومة، شو مطالبكم الأبعد؟ يعني اليوم استقلت الحكومة أكيد عم تطلب بحكومة مستقلة، حكومة إنقاذية تنقذ البلد، بس شو المطالب الأخرى عندك؟ يعني شو الشيء الاستراتيجي اللي انتو عم تطلعوا له؟ استراتيجي أولا، انت الواضح انه هيدا التحرك الدولي هو تغيير منظومة كاملة، يعني عم بتصير فيها بتوافق دولي لتغيير المنظومة كاملة. ما يبدو طبعا مع ما يبدو، يمكن في تسويات، ممكن تسويات، نحن عم نعطي احتمالات. برفض أنا أني أشوف بلبنان أنا بلدي مظهر الربيع العربي اللي شفته أنا بكل الدول العربية، تخابط الشعبوي وغيره لمصالح معينة خارجية. أنا بدي أطلع كلبناني، بدي أطلع بلبنانيتي أنا مصلحة وطني وين. أوكي، بتطلع أنا عندي بشكل أنا بالقانون الانتخابي أنا قلتها وبظلني قولها أنه كل هالطبقة السياسية الموجودة غير شرعية، ولا رح أعطيك السبب لي مش شرعي. أنت مواطن لبناني وين ما كنت تكون لك حق الانتخاب. لما أنا أصدر قرار أنه المغترب لازم يصوت، بعطي دولة وبحرم دولة يلي موجود لأنه ما فيها عدد كبير، هيدا بطلت انتخابات نزيهة. يا أما بتلغي الانتخابات بالاختراب أوكي، ويا أما بتعمل لكل مواطن لبناني وين ما كان يكون لو بأي بقاع بالأرض لازم له حق التصويت ويصوت بطريقة أونلاين بأي طريقة تانية، بس ما بتفوت بهالمعمعة. يعني مجلس النيابة اللي إجا هو مجلس نيابي لا شرعي بالنسبة، عم نحكي قانونا إنه صح صار في انتخابات 50% و52% إذا مش أكتر ما صوتوا، بقوا ببيوتهم. صحيح. أوكي؟ أكتر بين هيدا المجلس النيابي طلع عندك رئيس جمهورية، رئيس جمهورية عين رئيس حكومة. طيب إذا كان الأساس منه مبني على شرعية معينة، هلا بس اوكي فهمت وين بدك توصل، بس انتو اليوم بدكم تبلشوا بقانون انتخابات عصري بعيد عن القيد الطائفي. اوكي، على لبنان دائرة انتخابية واحدة، بيكون الانسان عنده، لانه النائب هو نائب الأمة جمعاء، مش نائب منطقة او حي او شيء، نائب بالدستور اللبناني النائب هو نائب الأمة جماعة. يعني طيب اليوم في استقالات بصفوف النواب، عدد من النواب هناك كتل كمان عم تدرس الموضوع، كيف عم تنظروا لموضوع استقالات النواب؟ يعني من أول يوم، أول ما طلع الانفجار الكل يستقيل، كل يروح يقعد ببيته إذا منه قادر يحمي شعبه يحمي وطنه. عشو بدي، ما هو مجلس نواب ويمثل الشعب ومات الشعب، شو بده يعمل؟ شو له وجود؟ ما له وجود. عشو انا بدي اكون عم بتطلع انا بمجلس نواب مش قادر يحميني يلي انا منتخبه ومصوت له، ولا انا بدي هو قاعد على كرسي. كان استقالوا من زمان، يعني ما له عمليه الاستقالات هي شرفيه، لانه فعلا بيقدروا نعمل انتخابات نيابيه مبكره ضمن قانون معين. يعني المشكله رح نوقع شو هو القانون برايك اللي اليوم بيرضي بيرضي قوى الثوره؟ يعني شو القانون الانتخابي اللي ممكن لبنان دائرة انتخابية واحدة؟ أنا هيك رأيي، لأنه أنا إلي حق. أنا يمكن رضيان على نائب بالبقاع أو بجنوب أو بشمال أو ببيروت، ماني رضيان على نائب بالجبل أو العكس. لي أنا ممنوع صوت يعني عم تحصل لي حقي بالاقتراع أو برأيي بالتصويت لزاوية صغيرة. لا، أنا مع أنه دائرة انتخابية واحدة بعيدة عن القادة الطائفة، ساعتها أنا بكون عم بعطي الحق للبلد والحق
المنطقي للكل. خلي الإنسان يجي بكفاءته، عنده مشروع يجي. أنا بصوت لمشروع مش لشخص. بس عندنا تعودنا نصوت لأشخاص، لا نجي نصوت لمشروع لإنقاذ هيدا البلد، غير هيك ما فيه. حتى نحن ما اطرح إنك تطرح مشروع على الثورة، أو الثورة تطرح المجموعة تطرح مشاريع ملزمة فيها الحكومة من ما أجت تعملها. طيب هالمرة برأيك إذا ما دعيت الثورة إلى المشاركة بهذه الحكومة رح تقبل أم شو رح يصير؟ أنا مع جمع الشمل مثل ما بقولوا، يعني أنا مع الحل مش مع الخربطات. يعني إذا كان في آلية مثل ما عم نحكي من القضاة المتقاعدين، العسكريين المتقاعدين، السفراء المتقاعدين برضاء أو بتسميات، بس هذا مش موقف، مش موقف قوى الثورة. لا يعني لا مش موقف، أنا عم بعطي اقتراح. عم قل لك أنا بداية قلت أنا هيدا رأيي، رأيي للحل. أنا ما بتبع لك. صحيح أنا من الثورة وعلى الأرض ومن هالشعب، بس مش يعني انه بسمع الخبريه انا بقول لك اوكي بمشي فيها. لا، كمان عندك دماغ بدك تفكر تحلل، تعرف حالك انت وين رايح بمنظومه طويله عريضه، وين رايح بمستقبل ولادي بعدين وين. فانا من واجبي اني اوجد حلول، حر ياخذوا فيها حرين ما ياخذوها، بس انا علي اعطي اقتراح. اوكي، وهيدا الاقتراح الانسب للمرحله الانتقاليه. يعني لتيجي انت تسمي اسماء، طب ما بتعرف برنامجهم، ما بتعرف قادرين يتواصلوا مع الدول، مع الشرعية الدولية ليقدر يجيبوا مساعدات، ينظموا مؤتمرات. أوكي، نحن مش بمرحلة إنه مين إنه يلا بهم نجيب من مكان لنعمل الحكومة. لا، ما عندك أنت مرحلة لتنقذ البلد من مشكلة واقعين فيها. عفوا، على كل حال ما زال لبنان يستقبل المزيد من المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والدول القريبة من لبنان، إن كانت أوروبية أو عربية، وأيضا أمريكا وغير دول مشكورة في مشكورة بنغلاديش كمان، كل الدول. منذ قليل الجيش اللبناني تسلم حمولة طائرة تبلغ حوالي 5 أطنان من المساعدات الطبية مقدمة من الدولة الألمانية لصالح الصليب الأحمر، يلي كمان الصليب الأحمر عم بيكون متواجد على الأرض دايما، إن كان بالتظاهرات وإن كان بغير التظاهرات. بالتفجير اللي صار كان الصليب الأحمر مستنفر، وبعده لهلأ مستنفر بكل التظاهرات اللي عم تصير من انطلاقة من السبت بالفترة الأخيرة، وحتى اليوم عم نشوفهم على الطرقات وعم نشوفهم قديش عم بيقدموا تضحيات فعلا الصليب الأحمر، وأيضا كل الأجهزة الإسعاف والإنقاذ والفرق اللي موجودة في لبنان إلى جانب الدفاع المدني. في عنا صراحة مؤسسات وعنا همة لبنانية قوية، عنا عزيمة وعنا إرادة، الشعب اللبناني قوي يعني قادر على الصمود، ولكن قديش ممكن هالشعب اللبناني يصمد إذا ما توفرت له مقومات الحياة الأساسية برأيك؟ يعني الشعب اللبناني عايش من قلة الموت أبدا، لأنه فعلا ما بينحسد الشعب اللبناني على الحياة اللي عايش. يعني المساعدات يشكروا طبعا، نحن موجهنا الشكر وتعازينا للضحايا اللي راحوا من السفارة الهولندية، كان زوجة السفير أو السفارة الألمانية، اليوم كمان في تعازي بالوزير الخارجية أظن وصل على التعازي للسفارة الألمانية والسفارة السورية وكل هالناس تشتغلوا. بتلاحظ انه حتى الاثيوبيين نزلوا واشتغلوا، حتى كوريا الجنوبية تلاقينا فيهم كمان بمنخيل يعني اثيوبيا. تطلع انت بتلاقي هالناس اللي عم تتعاطف مع هيدا الشعب والسلطة قاعدة بعدها مش عم تعمل شيء، ويلي حجزت لهم اموالهم ومهربين اموالهم لبرا، وشو بدي خبرك كلياتهم عايشين ومرتاحين. طيب هودي تركين الشعب عم بيموت الجوع، هودي برايك ليك ما بعدني عم بقول لك بتتفاوض بكل شيء غير على كرامتك، اللي بدك اياه بتفاوض معك فيه، بس كرامتك لا. انا بدي اتشكرك دكتور خضر الحلبي. بالنهايه من مشاهداتي خلال جولاتنا طبعا ببيروت بالمناطق اللبنانيه، لفتني جدا أحد الشبان الإثيوبيين يمشي على الطريق ويحمل علم بلاده، رغم أنه بلده هجره، رغم أنه بلده ما أمن له فرصة عمل، إجا على لبنان تيشتغل، ولكن دل حامل وطنه ودل ينتمي إلى هذا الوطن ووفي لإله، على أمل أنه حب الوطن والانتماء الوطني يتوطد عنا أكثر بنفوسنا. لبنان بحاجة لحب أبنائه مش أكثر. لما نحب لبنان نقدر ننقذ هالبلد، بينما إذا كان عنا انتماءاتنا الخارجية أي شو ما كانت هالانتماءات لن يتم إنقاذ لبنان، وبالتالي رح يضل هالبلد لحاله ومعطر وما إله حدا. فعلى القليل نحن نقدر نحب بلدنا مثل ما لازم،
وبيمشي الحال. مشاهدينا بعد قليل تطل عليكم الزميلة نوال سلمان الأشقر، ابقوا معنا.